السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضية. تحت رعاية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، اختتمت مساء أمس بطولة معالي وزير الداخلية للتنس فردي السوبر. وأكد معالي وزير الداخلية على حرص الوزارة على المساهمة في مختلف الفعاليات الرياضية داعما للمكتسبات الرياضية وتعزيزا للمسيرة المباركة التي تعيشها الرياضة البحرينية في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، مشيدا في الوقت ذاته بتبني سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتبني العديد من المبادرات في المجالات الشبابية والرياضية. وأشار معاليه إلى أن الأداء الفني الرفيع الذي شهدته البطولة، وقد توج العماني محمد بن طالب النبهاني بلقب البطولة، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب المجري أوكاش بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 6-4 5-7 و10 أشواط مقابل 6 في مباراة مثيرة امتدت لأكثر من ساعتين. وفي نهاية المباراة تفضل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس والسيد صالح بن عيسى بن هندي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة بتتويج الفائزين الأربعة الأوائل بالمسابقة. أشكر سيد معالي الوزير، هذا فخر للرياضة البحرينية، و أفتخر أن أنا أكون في بطولة مثل هذه، بطولة رمضانية، وإن شاء الله تكون على مدى السنين الجاية، وإن شاء الله تكون قدوة للبطولات الجاية في الخليج. وكتنظيم أنا ما شفت أحسن من كذا. من يوم ما جينا الحمد لله كل شيء متوفر، ملاعب، تنظيم، الناس الكرام ما قصروا معنا الحمد لله، وأتشرف أن أنا بوجودي هنا. ولتسليط الضوء أكثر حول هذه البطولة، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف العقيد خالد عبد العزيز الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام. كما تابعنا سعادة سيد البطولة شهدت مشاركة واسعة في مختلف اللاعبين، فما هو تقييمكم للنسخة الحالية، النسخة الخامسة، من ناحية المستوى الفني؟ عقيد مساكم خالد، الله بالخير اخوي عيسى، ويعطيكم العافيه ومشكورين على استضافتي. مثل ما انت عارف اخوي، السنه هذه شارك عندنا 32 لاعب من مختلف اللاعبين، سواء من اللاعبين الموجودين في مملكتنا العزيزه، لاعبين المنتخب، وايضا من اللاعبين المقيمين في مملكتنا، بالاضافه الى السنه تميزت هاي البطوله بمشاركه نخبه من لاعبين دول مجلس التعاون. نعم. أمثال موسى شنان زايد من دولة قطر، ومحمد طالب بن نبهاني والذي أحرز المركز الأول في هذه البطولة بسلطات عمان، واللاعب محمود نادر راشد من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيرا فهد سليمان ناصر من المملكة العربية السعودية. وتميزت هذه البطولة أيضا بالندية والقوة والمستوى الفني الرفيع حقيقة في هذه البطولة، وخاصة أنه يعني هذه البطولة بطولة وزير الداخلية التنس فردي السوبر في نسختها الخامسة. نعم. تحظى برعاية ومتابعة شخصية من الفريق الركن، سيدي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، تؤكد حرصه على الرقي والنهوض برياضة التنس بوزارة الداخلية، والتي أيضا تسهم في النهوض بالرياضة البحرينية على كافة الأصعدة. نعم. كيف ترون هذه او هذا الدعم الذي تحظى به هذه البطوله؟ ايضا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه ايضا داعم لمثل هذه الرياضات. اكيد، بما لا شك فيه ان سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد هو الداعم يعني الرياضي الكبير لرياضتنا البحرينيه، وهو قريب عليه، وهو رياضي يعني بدرجه عاليه. نعم. جميع الرياضات، هو رياضي ومشرف على الرياضه البحرينيه بصفه عامه، هو رئيس اللجنه الاولمبيه، رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه. نعم. فاكبر دليل على 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 يعني اهتمامه الكبير بالرياضه البحرينيه، وهذا الدعم يعطي دفعه قويه للجميع للنهوض مستوى الرياضه البحرينيه، خصوصا العاملين في جميع الاتحادات والانديه الرياضيه، سواء على المستوى الاداريين او حتى اللاعبين. نعم، بالتاكيد. العقيد خالد عبد العزيز الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للامن العام، شكرا جزيلا لك.
حقق فريق المحرق فوزا مستحقا على فريق النجمة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن الجولة الأولى لمسابقة كرة الطائرة بدورة ناصر بن حمد الرمضانية الأولى للألعاب الرياضية ناصر 8 والتي أقيمت على صالة الاتحاد البحريني للكرة الطائرة. كما عبر منتخبنا الوطني للناشئين منافسه بني جمرة بثلاثة أشواط دون رد بعد أن استطاع المنتخب الناشئين أن يهيمن على مجريات المباراة من خلال التنويع الهجومي وتنفيذ الكرات السريعة. حجز فريق غانرز يونايتد موقعه في الدور نصف النهائي بمسابقة كرة القدم ببطولة ناصر 8 وذلك بعدما تخطى عقبة فريق فوريفر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث قاد اللاعب العالمي فيردك عمر كانوتي فريق غانرز يونايتد للفوز بتسجيل هدف السبق في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف الشيخ عبد الله بن خليفة الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة أيضا من زمن الشوط الثاني. بعدها نجح عبد العزيز شويطر في تقليص الفارق لفور إيفر في الدقيقة 71، إلا أن محمود عبد الرحمن عاد الفارق إلى هدفين قبل النهاية بعشر دقائق. كما أكمل فريق النوايف عقد الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي بعد فوزه الثمين على نوماس بهدفين مقابل هدف واحد. حسين إبراهيم وضع نوماس في المقدمة في الدقيقة 62، لأن النوايف أدرك التعادل عن طريق حسين علي في الدقيقة 79. بعدها أضاف أنور عبد الله الهدف الثاني قبل النهاية بدقيقتين.